تصوير ممنوع، تصوير يا ابني ممنوع، لا من صغير ولا من كبير ولا من مقرب ولا من بعيد، ممنوع واحد يصور في المجلس. كمان إذا واحد صور يحرم عليه أنه ينشر الصورة. عم تعملوا يا أخواني الدروشة والبركة، عم تعملوا أعمال ضد الإسلام، عم تعملوا أعمال ضد الدعوة. بدل ما تنشروا الدعوة عم تنشروا ضد الدعوة، عم تسببوا للإسلام الطعن. بالإنترنت بعض الإخوان شو بدي يقول عنهم؟ يا قليل عقل، يا قليل عقل، يا مغرد. ناشر أن الشيخ قاعد مع الجاجات وعم يعلمهم، لا ناشر لي قبله ولا ناشر لي بعده. مثل اللي كان يأخذ كلمة لا إله إلا الله يقصها بالنص، الشيخ عم يقول لا إله، هيك كملها. قال سألوا الشيطان، قالوا له أنت حافظ شيء من القرآن؟ قال لهم كلام الله في حدا ما بيحفظه؟ حافظ. قال سمعنا. قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. كمل وأنتم سكارى. قال أنا ما لي مجبور أحفظ كل القرآن، الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. كمان دليل لا تقربوا الصلاة، بس هي سامع. قال لك كمان حافظ. سمعنا. ويل للمصلين، ويل للمصلين. مين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ما. وهذا الأخ كمان هيك بياخذ كلام الشيخ بيبعض جزء وبيترك الباقي. في مغرضين وفي أعداء وفي مستشرقين وفي أخصام، في يلي ما لهم عقل، في مشايخ ما فيهم عقل. سمع؟ تعالوا شوفوا الشيخ، هذا الشيخ يلي عم يعلم، عم يعلم الجاج. يا أحبابي، هاي لما كان عمري 14 سنة وكل طالب علم، كل طالب علم في أول طلب العلم بيقعد متمرن على الخطابة، بيحط الكراسي بيعمل خطبة على الكراسي، بيعمل خطبة على المراية، بيعمل خطبة بده يتمرن. فهي كان عمري 14 سنة، فهي لا تؤخذ عليه. يعني ما في عقل أو المغرض. اسمعوا هذا الشيء، هي كانت كتدريب وتمرين على التدريس، فكنت درس وين ما أقعد أقعد درس، فكله من التدريب كان. فأخذوها ونشروها وصارت أشكال ألوان وتعليقات. هيك بدكم يا ابني ينطعن في دين الله؟ مشان جنابك تأخذ الصورة تبعتها لرفقاتك. الشيخ هيك حكى مع أنه والله الشيخ حكى مع الجاج. أنا ما حكيت مع الجاج بس مشان فهمك، هذا مشانك عم نبهك، تروح تنبه تسمعه شوفوا الشيخ شو عمي. فكل من يصور أو ينشر صورة أنا منه بريء، بريء منه في الدنيا وفي الآخرة، ولا بتعرف عليه أنه من أحبابي. كل واحد بينشر أي صورة، بدنا هلا نبني ولا بدنا نشتغل بال هذا هدام بدنا نعمر، فأنا هدام هون نعمر، أنا عم ببني هلا يا ابني، فاضيين نرجع لهذا هدام وهذا هدام؟ ما نكون عرفانين يا إخواني شو عمل الشيخ وشو تعب الشيخ. بيجي واحد درويش لقى صورة أكثر من هيك، شيخ طلع من الجامع فات على البيت بعد دقيقة، عم يجينا الأخبار من البلد الفلانية والبلد الفلانية إنه الشيخ دخل على البيت. حتى الشيخ طلع من الجامع وفات لبيته، لاحق الشيخ على الصورة ولاحق الشيخ كمان على الأخبار.
طب شو بدك للشيخ فات للبيت أو طلع من بيته؟ فبدي اياكم يا ابني تنتبهوا، ما بدي عقل غبي، ما بدي عقل جاهل، يلي بده يجي على الجامعة بده يكون واعي عاقل. نحن يا ابني عم نبني بناء إيمان، بناء دين، بناء استقامة. بدي أنهض فيكم حتى تكونوا حملة لدين الله، حملة لشرع الله. تجوا تشتغلوا بهيك أمور؟ كل هذا رفقاتك عم تبعت صور لرفقاتك، واحد بيبعت صورة لعشرة، وعشرة كل واحد بيبعت صورته لميتين. هالقصة هي صارت بالغة 185,000 إنسان، بيناتهم المغرضين وبيناتهم أعداء وبيناتهم الحساد وبيناتهم. يا ابني اصحوا، بدنا نحافظ على ديننا. يا ابني لا تظنوا الشيخ قاعد قدامكم، يا ابني الحرب على الإسلام من كل بلاد العالم عم يحاربوا، يا ابني عم يحاربوا الإسلام اللي انت عم تصلي فيه، عم يحاربوا الشيخ اللي عم يبني الإسلام. يا ابني هذا الحرب، انت مالك حاسس شو صاير، مالك عارفان شو صاير. فانتبهوا يا اخواني، الله يرضى عليكم، انتبهوا، الله عز وجل يعيننا ويعينكم، يغفر لنا ولكم، واستغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله.